قبل بقى ما نخش في الاربع مباريات اللي جايه، نصايحك لمجموعه اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي والجهاز الفني. يعني يمكن نصايح الحقيقه للجهاز الفني، انا بقول له طبعا ان هم شغالين بشكل يعني هايل، واشاده كبيره جدا 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 بيهم الحقيقه. في زي ما قلت لك يا اسلام، راجل ازاي بيعرف يدير ال 90 دقيقه، ازاي بيحط تشكيل للمباراه، ازاي بيحط خطه المباراه اللي هيلعبها. فاعتقد ان هو يستمر على كده. يمكن هو عمل حاجه، ممكن يغير في تشكيل مثلا او حاجه، ولا طبعا هو يعني. يمكن عمل حاجه يا اسلام الفتره في المباراتين الحقيقه، وبرضك في مباريات في افريقيا، ان هو غير طريقه اللعب. لعب 4-3-3، ويمكن دي في حوالي 4-5 مباريات، وحقق فيهم نتائج ايجابيه. يعني من ضمنهم طبعا المباراتين وسان داونز والترجي، وسان داونز 3-4-3 يعني اقرب ل3. ويمكن دي حتى ابتدت، حتى ممكن الناس تفكر تقول مثلا هل هو ممكن يرجع تاني ل4-2-3-1، على اساس طبعا ان انت بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل من افضل الفرق اللي بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل قوي جدا. وفي نفس الوقت قفشه، وجود قفشه كصانع لعب، وك هو اللي بالحقيقه بيساهم بشكل كبير جدا في حته الاستحواذ في وسط الملعب، اذا كان تلت وسطانا او اذا كان الحقيقه التلت الهجومي. فانت هي دي، هل موسيماني ممكن يواصل 4-3-3 ويلعب بالسليه وحمدي فتحي واليو ديانج، ولا هيرجع تاني لطريقته اللي هو كان بيلعب بيها الحقيقه الفتره اللي فاتت، رغم انه انا في رايي انه محقق بيها نجاحات. يعني هو كمان ممكن يستخدم قفشه في حته، يبقى محمد شريف ويبقى طاهر ويبقى قفشه ثالث من تحت شريف. اعتقد برضك كل المباريات اللي عملها قفشه في المركز ده، رغم ان هو مركز صعب عليه، لكن عملها بشكل كويس جدا. فبالتالي انت النهارده برضك في حاجه، يمكن لما بيجي نتكلم على حته الاجهاد، انا في رايي مثلا ان بعد الحقيقه اصابه علي معلول في وخد فتره، لا ياخد ماتشات كبيره جدا، خلاص ما فيش عنده مشكله خاصه في حته الاجهاد. وعلي معلول كمان يمكن هو رجع مباراتين، لكن هو لسه ما رجعش لمستوى علي معلول قبل الاصابه. علي معلول طبعا يعني مفتاح لعب للنادي الاهلي، ومن يعني مفتاح. علي محتاج الماتشات اللي جايه بالظبط، والماتشات اللي جايه دي هترجع علي معلول بدنيا بشكل قوي جدا جدا. برضو في حته الباك اليمين، انا في رايي ان لا يمكن ان انت تفكر ان انت تغير اكرم توفيق الحقيقه، لان هو زي ما قلت لك ان هو عامل تفوق كبير جدا جدا في النواحي الدفاعيه. وانت بس الفتره اللي جايه دي كمان المباريات اللي هيلعبها اكرم توفيق هتزوده كمان في الناحيه الهجوميه، هيبقى انت كسبت الحقيقه باك يمين، رغم ان انت يعني كان عندك محمد هاني، ويمكن البديل بقى اللي بعد محمد هاني خلاص انت بتتكلم كده في اكرم توفيق. ركب في المكان ده بشكل قوي جدا. عموما ربنا يسهل، داخلين على 4 مباريات صعبه، ربنا يكرم ان شاء الله.